صار لنا تقريبا 25 سنه احنا فحام خشب مشتري. عندنا جماعه يجمعوننا وعندنا جماعه مقاولين واكو مزارع واكو يعني من قياره يجيبوننا. افضل نوعيه مال الفحم الفواكه، خشب، البرتقال، الحمضيات كصوره عامه. وبعد ارقى فحم هذا التوت. التوت اذا يابس وتخيان يعني قديم خلينا نقول. هذا فحم مدرج اول. شجره كبار هم تفيدكم هذه؟ اي في ضخمه قديمه. اي ضخمه قديمه. هسه عندي بكرين جابوا لي اياها. بجد يعني مو خشنه وقديمه. زين تشتروا هذا بسعر غالي لو اسعاره زين؟ والله اكو غالي واكو رخيص. عندنا معاميل. عندنا مثل جماعه موالات عندهم. وعندنا جماعه محلات يبيعون للعوائل. ومحلات يجون منهم يعني معاميل خلينا نقول. مثل هذا باسواق عنده خوش نوعيه. يتعنى يشتري منه ويطلع. والله معاناة الفحام الكاسر الفحم الروسي المستورد. المستورد يعني يأثر علينا. هذا الخشب نشتريه من السكل، من القرى، يعني من خارج الموصل، من أي مكان يجينا خب تليفون نطلع نشتري. أكو ناس عندها خشب مخزون، أكو ناس عندها سجر يعني مزارع كاملة نقصها نشتريها ونشتري الخشب ونجي. افضل انواع الخشب التوث، البرتقال، الفواكه، افضل انواع الخشب. نعم هذه الزينة. هذه الزينة درجة أولى أستاذ. نعم. أنا بالشتاء الخشب الرطب أخزنه للصيف. نعم. وعندي خشب مدور. عندي مدور، عندي خشب مخزون من الصيف. نعم. أشتغل به بالشتاء. زين هذا الفحم ورا ما تخلص وين توديه؟ أستاذ أوديه على المطاعم. نعم. أوزعه على المطاعم الأيسر الأيمن. نعم. عندي معامين. أكو عوائل تجي تشتري؟ أكو عوائل. نعم سكون أستاذ. العوائل بالربيع يعني سفرات فول.